مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. صرحت الخزينة العامة للمملكة أن مجموع ما تم التبرع به لصالح الصندوق المحدث لمكافحة فيروس كورونا المستجد حتى أواخر شهر مارس بلغ 18.3 مليار درهم. كما كشفت النشرة الشهرية للخزينة العامة أنه إلى غاية نفس المدة الزمنية تم إنفاق 1.2 مليار درهم من الصندوق الذي أحدث بتعليمات من الملك محمد السادس لتوفير المعطيات الطبية وإعانة الفئات المتضررة من هذا الوباء، وإلى جانب المساهمات المقدمة من بعض الفاعلين الاقتصاديين ضخت الحكومة مباشرة بعد إحداث الصندوق مبلغ 2.5 مليار درهم من ميزانيتها. وبلغت قيمة المساهمات في الصندوق المعد لمكافحة كورونا ما قيمته 30 مليار درهم وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية يوم أمس الأحد. عزيزي المتابع، إذا كنت أول مرة تشاهد القناة فندعوك للاشتراك عبر الضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو للتوصل بالخبر فور وقوعه. لقاء.